في عربية هيحسدوني عليها، هجيب عروسة تانية منين دلوقتي؟ هو مفيش ست في الدنيا دي غير قمر. اه مفيش ست حلوة غير قمر. قمر اسمها قمر. طب ايه ده؟ قمر. خلاص مصدقك. قمر غلاب أرجوك. أيوة حبيبتي أنا مستنيك على البول أهو. ماشي يلا باي. أها قفشتك يا زهدي، إيه اللي بتعمله ده؟ تبعك؟ آه معايا سمعة، احجز عليه يلا. على مين؟ على الراجل ده. مين الراجل ده؟ على فارس. أيوة فارس. مين؟ أنا فارس. حضرتك فارس؟ يا اخي ده انت مدوخنا عليك من الصبح. يا نهار اسود ومنيم. اهلا وسهلا. تعال اشرب حاجه. ربنا يخليك. تعال اشرب حاجه. ايه؟ قول لي الشيكات اللي اترفضت دي هتسددها ازاي؟ انا هتجوز وهدي لك كل حاجه. الكلام ده بقيتش اكل منه. سمعه احجز عليه. على مين؟ على فارس. ايوه ليه؟ سيبك منه خليك معايا انا. يا عم انا هتجوز النهارده. هتتجوز مين؟ هتجوز قمر. قمر؟ انت زعلت ولا ايه؟ لا 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 ما زعلتش، بالعكس انا فرحان جدا. انا عارف ان كان في بينك وبينها قصه حب. لا 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 ما فيش لاف ستوري بيني وبينها ابدا. لعلمك قمر دي مش التيب بتاعي. تيب؟ يا زهدي دي قديمه قوي الكلمه دي، ما سمعتهاش من ايام ابويا. فعلا لعلمك انا اقدر اجيب التيب من ديله. قول لي هتسدد الفلوس دي امتى؟ انا قلت لك هتجوز النهارده وهديك الشيكات. الكلام ده ما بقتش اكل منه. سمعه سمعه. استاذ اسماعيل الاستاذ بن علي. ايوه ايوه. ايه ونيله ايه؟ انت نسيت اسمك. احجز عليه يلا. ايوه. على مين؟ على فارس. فارس مين؟ انا فارس. انت فارس؟ سمعه سمعه فوق لي الله يخليك. اهرب انت اهرب انت. سمعه احنا جايين نحجز على مين؟ على مين؟ على فارس. ايوه فارس مين؟ اللي هو كان واقف. يا نهار اسود ومنيل راح فين؟ ما اعرفش. ايه والنعمه ما شفته. حل عليه من هنا. ولا حل من هنا بسرعه. هو قال منين؟ من هنا. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ ايه؟ قمر مدياني ميعاد هنا. كداب كداب. قمر مدياني انا ميعاد هنا. ايه؟ مين اللي تلفظ فيكم وقال قمر؟ انت ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ ها؟ اصل انا قمر مدياني ميعاد هنا. بس هي مش عيانه. لا عايزاني في حاجه برايفت كده يعني. يعني ايه؟ قمر مدينا احنا الثلاثه ميعاد هنا؟ تعال تعال تعالوا هنا تعالوا هنا. سامع كلام غريب جدا وببوظ لي وداني يعني. مين بقى اللي مديكم عادي يا شويه هلافيت؟ قمر. قمر؟ قطع لسانك منك ليه؟ قمر مدياني ميعاد عشان اقابلها هنا، بس ما قالتليش ان انا اقابل الاشكال اللي هربانه من قفص السيرك ده. ايه ده ايه ده؟ ايه الزحمه دي؟ يلا 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 من هنا. ايه غلاب ده؟ اتفضل يا سيدي. قمر مديها الافوات ميعاد في نفس الوقت. تخيل تخيل. قمر؟ مش ممكن طبعا، قمر ما تعملش كده. أنا قلت لك قلت لك اهرب منها واضمن نفسك، اخلع يا فارس من الست دي. أيوه أيوه سيبك منها، سيبكم منها أنتوا الاتنين، سيبوها لي أنا أنا ده هقرقشها بسناني هقرقشها. إيه ده؟ هو أنتوا هنا ليه أصلاً؟ أنا مش رفدتكوا؟ رفدتنا إنما إحنا دلوقتي زباين. صح، إحنا قاعدين هنا بفلوسنا. وادي عدوي. إيه؟ جواز إيه وزفت إيه؟ مش لما تتخن شوية يا ابني روح كل لقمة تقوي بيها. بقول لك يا فارس هتصل بالبوليس يجي البوكس يلم الاشكال دي ويرميها بره. احسن. يا سلام يا سلام يا مستر غلاب. على فكره انا الوحيد اللي عارف اللي فيها. في واحد في القعده دي عايز يتجوز قمر من ورا مستر فارس. هو حتى انت غلاب وفيها يا فارس. الله انا مواطن حر واتعمل لي اسبوع وبدفع ضرايب. انا بحب قمر قوي يا فارس. فكرة يا جماعة قمر مش هتتجوز حد غيري، فاهمين؟ طب ايه رأيكم بقى؟ ان مفيش حد هيتجوزها غير انا. ايوه مش هتتجوز حد غيري انا. واو شكلكوا يجنن وانتوا بتتخانقوا عليا. قمر ايه؟ انتوا مش شايفين ان انت تتجوزيني؟ قمر اتجوزيني انا انا. لا لا بص يعني انا انا والله والله يا فارس عدوا اللا منطق واللا معقول. الناس ايه الناس الغريبة دي؟ انا مش فاهم بصراحة. تعالى تعالى يا حبيبي تعالى. كمان هاني ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا جامد قوي. معلش يا حبيبتي انا اسف جدا على الدوشه دي. احنا مش قلنا هنتجوز النهارده؟ بصراحه يا فارس انا اسمعوا اهو انا لسه مش عارفه هتجوز مين لغايه دلوقتي. اهو انت مش عارفه تتجوزي. ماشي خلاص. انت مش قلتي هتتجوزيني انا النهارده؟ سوري يا جماعه
أنا أول مرة يجيني 5 عرسان مرة واحدة. بعد شوية هنتقابل وهقول لكم أنا نويت أتجوز من فيكم. أنا فهمتك فهمتك وإردة ومظبطة. معلش يا فارس معلش. سوري يا جماعة أنا أول مرة يجيني 5 عرسان مرة واحدة. I'm gonna make her an offer she can't refuse. قشط عليك. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني انت هو في ايه؟ في ايه؟ حلو قوي الفستان ده يا قمر، الستايل بتاعي اللي انا بحبه. فارس مالكش دعوه بيها. قمر انا رحت الكوافير الصبح وعملت القصه اللي انت بتحبيها عشان نتجوز ونقرقش بعض. هم هي بالقصه اجري يلا. هي لسه يعني هتختار مين اللي هيتجوزها؟ انا العريس يا قمر. لا انا طبعا. لا انا عندي قمر القصه. انا جاي الاول. خلاص يا ابني انت هو. الله يلا يا قمر بقى قولي لهم بقى انت اخترتي مين؟ بصراحه عريسي مش واحد منكم خالص. ايه؟ هو ده اللي خايف منه. انا ده اللي خايف منه. الدوشه الكتير مخليه البنت متلخبطه. انا عريسك طبعا اكيد. ايه يا قمر؟ انت رجعت لطليقك ولا ايه؟ لا انا اخيرا لقيت الراجل اللي هيعوضني عنه. مين؟ مين انت؟ ايه يا قمر قولي؟ مين؟ ادخل يا عريسي. ايه ده؟ زهدي؟ يلا بطلك على الله فسح شويه سيبقى. فسح شويه عندنا حريم يعني. من غير عليها عم احد. انا العريس يا جماعه. حلوة قوي البدلة يا بيبي. بدلة ايه؟ يعني انت سبتينا كلنا واخترت عصير الكنتالوب ده؟ عشان تشرب وتنبسط. بنت عندها كيف؟ ده رأيي يا زهدي. انت مش قلت ان قمر مش في دماغك خالص؟ انا مش هتكلم بقى يا قمر، انا مش هتكلم، اتكلمي انت، قولي لهم على سحري. ما هو ده اللي لفت نظري فيه. هو الوحيد اللي حسسني انه مش مدلوق عليا. استفز مشاعري وخلاني احبه. هو مستفز فعلا. المأذون فين؟ المأذون فين؟ حبيبتي مستعجله مستعجله قوي قوي. ويا ناس انا دبت في دباديبه دباديبه وانا قلبي مشعلل بلهيبه بلهيبه اهو راح ولا جاش ولا كلمناش. كلمك؟ لا ولا كلمني. ما تيجي نروح نتعشى بقى. انا مش هقوم من هنا غير لما اقعد خسارتي. مين اللي قال لك ان انا عايزك تقوم من هنا؟ انا عايزك لبدلي وبتخسر. طب هات سيف. عينيا الترابيزه دي اللي هتحكم. ادي سيف كمان سيف. ادي كمان سيف كمان سيف. لا ما انا مش فاضيلك. اخر واحد والله. في ناس تانية عايزه تلعب. والله اخر واحد والله. مش الحركه دي بتبسطك؟ خاطرينك. حاضر يا سيدي. كمان سيف. هات البت الشقرة. الكوشينة ما فيهاش بت شقرة. هات السمرة. السمرة دي تبعي. يا عم هات أي بت وخلاص طيب. أنت عايز أي سنيورة؟ اه. الترابيزة اللي هتحكم. يلا. إيه ده؟ والله العظيم بيخم يا جدعان والله ما هي كانت طالعة. مش عارف أصول اللعبة ما تلعبش. مش قد القعدة ما تقعدش. خلاص يا عم ما تزيدش. ما تبمبكش. وسع كده الطرف والله. تعالى لي. احب الناس الواثقه الناس الجامده اللي بتلعب على طول. خد سيف. ادي سيف. انزل بالبصره. ايه هو مش ده الواد يقش؟ واد مين يقش؟ دي لعبه تانية غير دي خالص. طب انزل بالكومي. كومي انت خرجتني من المود. معلش انا اسف والله انا ما فهمش في اصول اللعبه. طيب قول لي يا سيدي دي لعبه ارقام. تقول لي رقم. طيب انزل بال11. هنزل لك بصرة. بصرة مين؟ كومي. كومي مين؟ انت بتلعب لعبة غلط. انا مش عارف اصول اللعبة معلش. انا اللي كسبان. هنا واحد وهنا واحد. يبقوا كام؟ يبقوا 11. يبقى تقوم من هنا.
لسه واكل لحمه. خد سي ياه شبح قوي. ادي سيف يا شبح. كمان سي كمان سيف. ادي التسعة. تسعة؟ التسعة. تدخل دماغك ان انت تضحك على ادهم بشيكها؟ هوهو ده انا هخرب بيتك لما تيجي الريسبشن. ايه ده؟ بحب الافلام قوي. ابقى قابلني. ليلي ليلي. خد سيف. حاضر ادي سيف. كمان سيف. كمان سيف. هات بطاقتك. حسن حسن باشا. انت هتحته لسه. ما انا بزور يا فندم. انت يا دكتور يا محترم تلعب قمار في الفندق؟ لا يا فندم، راح الراجل مش قمار، ده ميسر. ميسر؟ ايوه يا فندم. وبعدين مستر فارس قال لنا لازم تلعبوا العاب ذكاء. شش، العاب ذكاء مين؟ انت انت دكتور انت؟ لا يا فندم ما اسمحلكش. حضرتك انت عارفني كويس قوي. انا ده. انت ده؟ اه. طب لو لعبت ده احطك في ده. لا يا فندم، ما ساعات ده بيحتاجه ده وساعات ده بيودي لده. لا يا فندم، يبقى لا ده ولا ده. هو ده. خلاص يا فندم. وكمان دكتور غشاش. لا يا لا حضرتك انا ما عملش الحركه دي ابدا. وبعدين انا بلعب زمايلي عشان اشغل مخهم. وريني بس جيبك كده بس. ايه دي يا فندم؟ دي بنت تقرب لي. تقرب لي؟ اه. وايه ده؟ ده اخوها. اه وريني كده بس. ايه ده بقى؟ لا ده جنيه عادي. اه مش موضوعنا. مفيش قمار من هنا ورايح في الفندق، انت فاهم ولا لا؟ الجنيه ده بتاع مين؟ ده الجنيه ده بتاع ادهم. استلمه في الاسم مني. لو شفتك بتلعب قمار تاني بص هنط في نضارتك اجيبك. لا يا فندم اوعى. عمري ما هعمل حاجه. فاهم ولا لا؟ حاضر يا فندم. نورت يا فندم. يا شباب مين يلعب ملك وكتابة؟ الله 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 الله. يلا شباب عد اتنين تلاتة هوب. عد اتنين تلاتة هوب. يلا 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 بينا. يلا يا شباب يلا يا شباب، مفيش وقت لليلة ليلتنا. والآن مع حبيبة الكل وست الكل، قمرة الزمان، صاحبة المكان، رمانة الميزان، مش في الفاضي لا في المليان، ست الكل حبيبة الكل، النجمة المحبوبة نوسة الشمسوية. بقولك ايه ياض منك ليه؟ مش عايزه شغل الهلافيت ده، وكل ما نروح فرح كل واحد ينسالي عده في حته، وديني اقسم تمنها من اورداركم. اوامر يا ست الكل، الليله ان شاء الله هتبقى حلوه خالص. ست الكل على ايه يا واد؟ على يلا. بس واللي زعل نوسه الشمساويه بتحطه فين؟ يلا. ليلتك هتبقى حلوه خالص. بس يا اخويا يلا يقعد منك ليه؟ يلا خالص يلا خالص. بقول لك ايه، العريس وصل يا مسطره. مسطره؟ وحضرتك مين؟ Are you the bride؟ لا بقول لك ايه، خليك حلو كده وكلمني عربي. حاضر هكلمك عربي. حضرتك العروسه؟ اه الحق يا حماده الحق، انت شكله ما يعرفنيش. طب وايه المشكله؟ اه ايه ده ايه ده، انت اتجننت ولا ايه؟ ما تعرفش نوسه الشمسويه اشهر مطربه، انت مش متابعها ولا ايه؟ دي عندها 3 مليون فلاورز على الانستا. ده غير ال 2 مليون اللي على الفيس وال 5 مليون اللي على التيك توك.
ربنا يبارك لي في كل الفلاورز اللي عندك. معلش اعذروني يا جماعه، بقالي فتره ما سمعتش مهرجانات. طب انجز، العرايس اللي هنغني في ليلتهم النهارده وصلوا ولا لسه؟ جايين في السكه. لا في السكه؟ لا احنا مش هنستحمل. شوف لنا حته نسكن فيها وتشوف لنا لقمه ناكلها، عشان كده مش حلو خالص. هو طبعا حضرتك بالقميص اللي عليه بجع ده بتغني مع الاستاذه شمسيه صح؟ شمسيه دي تبقى خالطه. سوري يا امبريلا. امبريلا دي تبقى سته. ما شاء الله احنا بنرد على طول قوي. على طول دي لا ايه 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 ايه، وانا ما عنديش اهل يسالوا عليها يا جماعه ولا ايه؟ في حضرتك مين اصلا؟ حضرتك ما قلتيش انت كينونتك ايه؟ يا حمد انا مش عارفك. يا عم في ايه مالك؟ انا الاي تي ام بتاع الجوب ده. مين يا باشا؟ ايه مدير الفرقه؟ لا اي تي ام اي تي ام. طب بص بقى يا تي ام، Please fill this form every two in a room. Anything you're gonna order, you're gonna... خلاص يا حبيبي كفاية هبدي بقى. عرفنا انك ابن ناس وبتتكلم انجليزي. ما تكلمنا بلدي. هكلمك بلدي. بص عشان مش فاضي. انت هتمضي قصادي. اي مصاريف تدفعيها خفيف يا اما هتتقاضي. سل الجول الفل الكل. اثنين اثنين صوتين سريرين. تدفع قنبلاء. لا ايه الجمال والحلاوه دي؟ قنبلاء طالعه من بقك زي العسل. يعني انا قاعد بغني كل ده وانت ما عجبكش غير الغن ولا ايه الاستاذه قنبلاء؟ بس اسكت انت دلوقتي، انت مش فاهم حاجه. انا مش مصدق نفسي يا ناس، انا بحلم. الفنانه نوسه الشمسويه عندنا. شايف الناس اللي بتفهم؟ ده بيفهم. حضرتك هتغني فرح الليله؟ ايوه. تصدق بايه؟ العريس بتاع النهارده حجزني عشان اغني في فرحه من قبل حتى ما يعرف العروسه. والله عريس بيفهم. على فكره بقى انا حافظ كل كليباتك، ده من كتر تواضعك يا فنانه. انت عامله اغنيه باسمك، انا نوسه حلوه وخلبوسه عمري ما كنت سوسه من عين محفوظه. انا نوسه انا نوسه انا نوسه انا نوسه انا نوسه انا مفهوم؟ طب قنبل لا الا اوعى كده، اوعى انت هتخش قبلية. مش انت يا زفت؟ بقولك ايه يا ورشي، كل الهبد والحرق اللي انت عمال تحرقه معايا ده مش هيجيب اي ايجابي. انا مش هدفع تلات بواكي يا اسطى. وريني بقى هتعمل ايه. على الله ما تجيش الاوردر. ها التلات بواكي؟ هو ده المطبلاتي بتاع حضرتك بياخد 3000؟ لا يا اخويا ده النبطشي. ما شاء الله. طب ممكن التبس بتاع البلمن؟ تبس؟ تبس مين ده يا حالتها؟ يلا يا اسطى يلا يلا ورينا عرض كتافك والنبي مش ناقصاك. طب انا عندي حل يرضي جميع الاطراف. انا فكرت اعمل ابلكيشن اسمه بقششني شكرا، وشعارنا هو اديني بقشيش ما تزعلنيش ما تقولش معيش وما تحرجنيش. ده سعيد البلمن واد غلبان مش من الباشا، واتحول له التبس امامه كشد ده عمره بيطلب ويقول هات 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 بقششني هات هات فرفشني. والله فانت جاي تشتغلنا انا نوسه الشمسويه وتقول لي ابلكيشن للبقشيش؟ طب اسمع بقى، انا نوسه يا سعيد انا قلبي حديد جاي في حتتي دي اصل شغلتي النقطه يا واد، وانا بطلب نقطه وبقول هات 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 فرحني هات هات نقطني هات. لا يا فنانه مش كده. هات هات نقطني هات هات فرحني هات هات بس. حاضر. طب يلا طرقني يلا يلا. لازم نعمل دويتو مع بعض. يلا دي ظاطت. يلا اوعى هات المفتاح امشي. يا اختي الفندق اللي كله مواهب مكبوته وعايزين يرقصوا ويغنوا دول، ايه ناقصاكوا؟ لا جرى ايه يا اسطى؟ بقولك ايه يا ورشي، هو انت فاكر ان مفيش نبطش غيرك في الخصوص ولا ايه؟ لا هو انت كل فرح هتبقى عايز تزودني؟ هو ايه اللي طلب بواكي في الفرح ده؟ ما انت الفرح اللي فات كنت باتنين ونص. اسمع خلصت الكلام، هما اتنين ونص في الفرح ده مفيش غيرهم، ويلا بسرعة ومتتأخرش، أنا نوسة الشمسوية يا حبيبي يلا. وبعدين يا ست الكل، كده مش حلو خالص، كده لا بلاير ولا نبطشي. بقول لك إيه؟ أنت مش سامع لسه بقول له إيه؟ هتلاقيه هيجي على طول، دي حركات آلاتية أنا عارفاها. وبعدين ما تنساش أنا نوسة، نوسة الشمسوية والشاطرة تغني إن شاء الله برجل حمار. جرى إيه يا هلس يا هلهولة من لكلوت؟ بتتريقوا عليا؟ طب ركز يا أخويا في الشغل، جاتكم نيلة. يلا معايا، واحد اتنين تلاتة. هتقدر تتقدر، لو تزعل تتكدر. نعمل بومبومو عالطبلة وعالدمبو. على دماغي
ترى ايه يا قرشي؟ ما كان من الاول يا اسطى، كان لازم يعني النمره الحمضانه اللي في التليفون دي وتغرمني بس تمن اوبر. ما انت يا عمتي اللي ماسكه الدنيا ومتفكه عن الكيس خالص. خلاص يا اخويا حفوك. كان من الاول. وانت اخلص، فين الكوبليه التاني؟ اطلع بين جزني بسرعه وانا برافا. خلاص يا استكل، لقيت لك كوبليه حلو خالص، خدي اهو. متغاظ عارفك يالا مننا متغاظ، عارفك يالا مننا متغاظ، مخك فاضي من خلق الله. وحياه خالتك إيه؟ انت فاكرني هاتيه ومش قاطعه الاغاني اللي في السوق ولا ايه؟ ده اغنيه الولد اللي اسمه مصطفى الدجوي بتاع الوراق، انت هتشتغلني انا؟ مصطفى بيقول متضايق على ما اعتقد، مش متغاظ ولا ايه؟ ما تستهبلش، يبقى متغاظ. صح، اخلص قول حاجه ثانيه بسرعه. اشوف لك حاجه كده في المستعجل تكون حلوه خالص. حلوه خالص، بس لقيتها اهو. مهما تشط ومهما تفط هنفضل برضو عليك بنحط، هتفضل برضو سمير. عايز تضيعني في المجال. اوعى اوعى، ده انا تاريخي بيروح مني. انا غلطانه اصلا، اعتمدت على واحد زيك. انا هكلم اللي بيخلص على طول. الو. ايوه يا جنرال، ما تلحقني بالكوبليه التاني بسرعه على الواتس لحسن مزنوقه. تسلم لي يا ابو فريده. شوف، هو ده اللي بيجيب من الاخر، عمك اوكا اهو بعته على طول. ليه غير لنوح الاول؟ يلا هتولع هنولع، هتكسر هنكسر، تتدلع نتدلع، تتنطط نتنطط، اللي واقف متحنتر اوعى تقف متكتر، احنا مش بنوقف بنكشف. انتوا عاملينها دي جرايه يا اسطى؟ انت داخل معلي حنجرتك علينا كده ازاي بعينك الخضره دي؟ انا مش فاهم اللي انتوا عاملينه. انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ على دماغي على دماغي على دماغي على دماغي. بس ايه اللي بس دي؟ انت مين انت بتطلع ايه يا هانم؟ انا فارس قنديل صاحب الاوتيل. حصل لنا الرعب يا صاحب الاوتيل. وعايز ايه؟ يلا يابا يلا اسرح، شوف اكل عيشك، احنا ورانا شغل. اسرح ايه؟ هو انا هسرح بعربيه بطاطا؟ انت فاكراني زيكم؟ ست الكل كده مش حلو خالص، بيقول لك صاحب الاوتيل. اسكت انت يا حماده، يعني كان صاحب المقام. بقول لك ايه يا اسطى؟ انا ورايا فرح وعايزه استعد له. استعد لها فين؟ هنا على البسين؟ وتزعجي كل النزلاء بتوع الاوتيل؟ هنا اوتيل محترم، نزلاء كده يتضايقوا. يا اختي جميله، يا اختي جميله، حلوه صغننه حلوه عليها خضرا وبيضه كده، جميله خالص يا اختي. هما فين يا اخويا دول النزلاء؟ ده انا من ساعة ما جيت اللي ما حتى شفت صرصار معدي. لا انا ما اسمحلكيش، احنا مش بنربي هنا صراصير، احنا بنربي هنا زباين. يا وادي حويط، انا فهمتك، اكيد الفندق ده فندق سري وانتوا عاملين خنادق تحت الارض هتخبوا فيها النزلة عشان الحرب لما تقوم. بقولك يا اسطى انا مش فاضيالك، انا ورايا بروفا. وبعدين اصلا الفندق ده هيتصيط على حسي، لان المعازيم كلها اللي جايه الفرح جايه عشان خاطري انا. حسك؟ حسك ايه يا محس؟ انا اول مره اشوفك، انا ما اعرفكش انت مين. ايه يا باشا ده؟ ايه ده؟ في حد يغلط كده في ست كبيره؟ ايه ده انا اقصد فنانه كبيره. في ايه؟ طب رايح انت بقى حماده. حاضر، سيب لنا بقى الطلعه دي. بصي انت خدي فرقتك كده وروحي اتمرنوا في القاعه، انا موافق. بس هنا لا، هنا مفيش دوشه. ايه البلاوي دي؟ ايه البلاوي دي؟ انتوا بتقولوا ايه؟ على ايه؟ بس يلا بس على دماغي على دماغي. خلاص انا بلاوي؟ انت برضو احرجتي يا ست الكل وكده مش حلو خالص.